كل واحد بيعبر عن حبه للنادي الأهلي بطريقته، ورغم أنه واضح أنه الإمكانيات بسيطة جداً، ورغم أنه البيت شكله بسيط جداً، لكن الحقيقة ما كانش أبداً ده عائق أنه هو يرسم لوحة أو طابلو بسيط جداً يعبر بيه عن انتمائه وحبه للنادي الأهلي، وزي ما شفنا كل الجماهير. خلينا نروح للنادي الأهلي، وتحديداً هيكون لنا اتصال مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. بنرحب بحضرتك طبعاً على شاشة قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد وفي برنامج السادسة. أهلاً بحضرتك. اهلا وسهلا بك استاذ احمد، واهلا وسهلا بساره، وبنبارك لكم على وجودكم معانا وانضمامكم لعائله النادي الاهلي، وبنبارك لنفسنا على قناه النادي الاهلي، وبنوجه لكم الشكر على كل فريق العمل على المجهود اللي بذل الفتره اللي فاتت، وبنبارك طبعا بجماهير النادي الاهلي على التطوير المره الثالثه او الرابعه في تاريخ القناه بدايه من 2008. بنبارك للجماهير كلها طبعا، وبنبارك لاعضاء الجمعيه العموميه والعاملين في النادي، وهنتاز معكم الفرصه اللي احنا بنوجه طبعا التهنئه بعيد الاضحى المبارك، ادام الله علينا وعلى سنه وانت طيب. اللهم امين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك، والشعب المصري كله بخير ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. عايزين بس يا فندم نبدا مع حضرتك كده، نعرف رايك كده في تطوير القناه ومن اول الافتتاح، يعني شايف الدنيا ازاي؟ لا هو طبعا يعني واضح اللي في مجهود يعني تم خلال الفتره اللي فاتت قوي، فريق عمل قوي، ناس بتحب النادي الاهلي من قلبها، قناه متهيألي الناس كلها من 2008 في تطوير، بنحاول النادي الاهلي طبعا انتوا عارفين بيحاول بقدر الامكان بيبقى على قد المسؤوليه تجاه جماهيره، وعلى قد المسؤوليه تجاه اعضائه، وعلى قد المسؤوليه تجاه بلده، لان انت النهارده القناه النهارده بتتفرج عليها الوطن العربي بالكامل، بتتفرج عليها الدول الافريقيه، في انت بتوجه رساله، فده طبعا النهارده في 2020 انا متهيألي قناه الاهلي بفريق العمل الموجود فيها بيواكب ال 2020 والفترة القادمة إن شاء الله، وأكيد أكيد هيبقى في تطوير دايما. ده النادي الأهلي من 1907 كل يوم في جديد وفي تطوير، وخلي بالكم أنتوا عليكم مجهود جامد جدا، زي ما إحنا علينا مجهود إحنا كمان طول ما إحنا موجودين في المسؤولية تجاه النادي الأهلي، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكون بقى يعني كتبنا لازم هيبقى في وقت هنسلم فيه الراية، عليكم دايما مجهود اللي جماهير النادي الأهلي دايما عندها طموحاتها سريعة جدا، طموحاتها عالية جدا، فدايما لازم احنا نبقى على قد هذا هذه المسؤوليه، وهنتعب بس كلنا طالما شايف عائله النادي الاهلي موجوده واسره فريق عمل بتشتغل بحب وبتشتغل بصدق ومن قلبها، وبتوجه رساله اساسها الاخلاق، اساسها الادب، اساسها الانتماء، اساسها الوطنيه في البلد والمجتمع المصري اللي احنا عايشين فيه، اكيد كلنا هننجح. صدقني سياده العميد في حاجه هنا في القناه دي غير، يعني اغلب العاملين في المحطه دي ليهم مشوار طويل جدا في المجال الاعلامي، لكن وجودهم في قناه الاهلي صدقني ودي عن تجربه شخصيه مختلف، احساسك بالانتماء للكيان حتى من قبل ما تكون بتشتغل فيه فارق مع الناس كلها، وبالتاكيد الروح دي ان شاء الله هتظهر على شاشه قناه الاهلي في شكلها الجديد ان شاء الله. ده استاذ احمد ده دايما بيبقى علامه التعاقب للاخرين. أيوة. اللي بينتمي للنادي الاهلي زي يعني خلي بالك احنا كلنا مصريين، صحيح بنحب بلدنا، صحيح وبنحب مؤسساتنا، وبنحب طبعا السياسيه في بلدنا، الانتماء بيبقى موجود اتعلمناه في النادي الاهلي، هو الحب ده اللي حضرتك صحيح وروح الفانيلا مش بس جوه الملعب، روح الفانيلا جوه الملعب وبره الملعب بالظبط كده. طيب خليني اروح مع حضرتك لمجموعه من الموضوعات اللي يمكن تهم جمهور النادي الاهلي، بدايه خليني اعرف طبعا العالم كله ومصر بيمر بازمه كوفيد 19 او فيروس كورونا، بقى لنا داخلين في اربع شهور تقريبا، فخليني الاول بدايه اطمن على الاجراءات اللي بيتخذها النادي الاهلي في الافرع الثلاثه سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر. شوف الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا برضه فريق عمل تنفيذي داخل النادي موفق مع مجلس اداره متناغم جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن احنا النادي الاهلي بيواجه ازمات كتير جدا جدا، هي بس الجديد ازمه الكورونا اللي احنا احنا موجودين فيها دلوقتي، فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، لكن انا عايز اقول لكم واطمنكم يمكن من اول يوم يعني ابتدينا زي على كل الناس سوء الاحوال الجويه، ومن ساعتها دخلنا في ازمه كورونا، وعن حصل اغلاق لكافه المؤسسات لمده اربع شهور، الحمد لله كان في خلال ده في تنسيق كامل مع وزاره الصحه، تنسيق كامل مع وزير الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه، ازاي هنستقبل ثاني وازاي هنعبر الازمه دي في اجراءات احترازيه برئاسه اللجنه الطبيه طبعا، الدكتور محمد شوقي ابتدى معانا على طول، في النشاط الرياضي كابتن رفعت القادر، كابتن سعد عبد الحفيظ،
تمام. الساده المديرين كلهم، انا هقول لك تاني، هرجع اقول تاني، الواحد بيبقى سعيد بفريق عمل بيشتغل معاه من اصغر عمل. احنا ساده العميد كل الفرق ابتدت ترجع تمرينات بشكل طبيعي، يعني اقدر اقول انه النشاط الرياضي الدرجه الاولى، الفرق الدرجه الاولى طبقا لاستكمال الدوري واستكمال الطبقات بتاعتها، الفرق الدرجه الاولى. واحنا ماشيين برده عشان برده الناس كلها عارفه، ماشيين طبقا لاكواد تم ارسالها من قبل وزاره الشباب والرياضه، ملتزمين بيها سواء على المستوى الاجتماعي او المستوى الرياضي. والحمد لله يعني الجميل واللي انا مبسوط منه جدا وكل فريق العمل مبسوط منه، ان كل اعضاء الجمعيه العموميه والفرق الرياضيه ملتزمين بهذا الموضوع جدا، والحمد لله يعني الامور ماشيه، فربنا سهل ان شاء الله. تمام. الاجراءات الاحترازيه بنعملها تحت اشراف اللجنه الطبيه وتحت اشراف وزاره الصحه والتنسيق مع وزاره الشباب. عظيم. الجماهير برضو بتتسائل يا فندم عن ملفات عديدة، يعني منها عودة المباريات والأماكن اللي هيلعب عليها الأهلي مبارياته في الدوري وإفريقيا. هو إن شاء الله بإذن الله طبعا احنا عندنا الدوري هيبقى عندنا يوم 9/8 أول مباراة بإذن الله وتتم على خير مع نادي إنبي 9/8 مساء في استاد القاهرة. يمكن كان في اجتماع أمني النهارده وحضروه، هو طبعا يعني خلينا نتكلم إن هو مفيش جماهير في الفترة الحالية، ولكن هيبقى في برضه تاني وهناشد من خلالكم الاعلام الاعلاميين اللي هيبقوا موجودين تبع المباراه. احنا يمكن عملنا مباراتين وديتين الفتره اللي فاتت على استاد الدتش والناس لغايه دلوقتي ملتزمه، انا ارجو بس ان الناس تلتزم. هو العدد هيبقى 20 لكل نادي، كل واحد هيبقى ملتزم بالاجراءات الاحترازيه سواء الكمامه موجوده، التعقيم، كل الاساليب الاحترازيه، ازاي نحافظ على اولادنا. يمكن النهارده اتعمل 7 مسحات أو 6 مسحات لفريق كره القدم، الحمد لله رب العالمين، يعني بشكل الحمد لله كلها سلبيه. حتى لاعبنا ودننا كابتن حمدي فتحي الحمد لله برضو احنا متابعينه وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. فاحنا امورنا يعني ماشيه، ولكن هرجع تاني هناشد بيها الناس كلها. ارجو يعني انا عارف ان كل الناس نفسها تحضر المباريات، كل الناس نفسها تحضر، اكيد طبعا وده. فارجو محدش يزعل مننا، ساعدونا، حافظوا على فتيتنا، كل واحد في مكانه يعني بيقدر هذه المسؤوليه. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا المباراه ترجع نتفرج عليها سواء على قناه الاهلي او نتفرج عليها سواء على قناه التسجيل، نتمنى الفوز للفرقه لان الهدف الاساسي برضه هرجع اقول ثاني افريقيا ان شاء الله باذن الله. طبعا الهدف الاساسي افريقيا، فكلنا نتكاتف هذا الموضوع. والجماهير كلها الحقيقه هدفها البطوله الافريقيه السنه دي. وبالمناسبه الكاف يمكن كنا بنقول في بدايه الاخبار انا وساره انه اعلن عن مواعيد مباراه الذهاب والاياب، هل في اي ترتيبات هتتخذ في الايام اللي جايه؟ يعني اكيد طبعا اكيد. يعني اول ما يجي بس خطابات رسميه اكيد هيتخذ اجراءات على طول مع سواء مع بالتنسيق مع الامن او مع اتحاد الكوره ان شاء الله باذن الله، وهنعلن فيه ان شاء الله. اكلم حضرتك شويه عن الجمعيه العموميه، استقريتوا على موعد انعقادها، الاجراءات او الترتيبات الخاصه بانعقاد الجمعيه العموميه في النادي الاهلي؟ لا احنا لسه مخلصين، احنا طبعا انت عارف الجمعيه العموميه عندنا دايما نهايه السنه الماليه بتبقى 30/6 وانت بيبقى عندك الاربع شهور اللي انت تدعو لانعقاد الجمعيه العموميه. فاحنا لسه يعني لسه شويه الجمعيه بتاعتنا لسه قدامنا شويه، طبعا ما عندناش حاجه تشغلنا بهذا الموضوع، ولكن عندنا اهم الشغل الشاغل ازاي الجمعيه العموميه تكون متواجده داخل فروع النادي على مستوى فروع النادي الثلاثه. وبنتمنى ان شاء الله برضو مرسى مطروح يتم بقى ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله، ده وعد من استاذ المحافظ اللي احنا برضه هيجي وبعته لجنه نشوف ونفتح المعسكر مرسى مطروح بالنسبه لنا. يبقى احنا كده اهم حاجه بالنسبه لنا اعضاء الجمعيه يكونوا متواجدين في جو صحي، محافظتهم في اجراءات احترازيه كله بيتبعها، هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا. تمام. عايزين نعرف برضه يا فندم ازاي النادي الاهلي اتعامل مع الازمه الاقتصاديه اللي عدت بيها البلاد بعد فيروس كورونا، ازاي حافظ على حقوق الموظفين والعمال في النادي وفي المؤسسه بشكل عام؟ هو طبعا انت عارف يعني مجلس اداره النادي الاهلي اول قرار برئاسه المعهد الخطيب يعني اصدره لا مساس بحقوق العاملين والموظفين داخل النادي الاهلي او اللاعبين كمان والاجهزه في النشاط الرياضي، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. احنا بنحاول بقدر الامكان بندور على ازاي النادي الاهلي ينمي موارده بحيث ما يجيش على حد، لان كله النهارده عنده التزامات، كل الناس عندها التزامات. يمكن احنا الكابتن كان حريص جدا جدا اللي كل الناس تاخد مرتباتها كامله، كل الناس بتاخد سواء رمضان او العيد او الكلام ده كله بياخده كامل، لان الظروف الاقتصاديه صعبه، ولكن في وقت بقى المقابل بتاعها اللي احنا عندنا اجراءات وبنشدد جدا على العمل زي ما انتم كده في القناه ملتزمين وعندكم مواعيد وعندكم فريق عمل بيشتغل. هي النادي الاهلي برضه في فريق عمل بيشتغل، ناس ملتزمه بمواعيدها، ما فيش حد بيأثر، يعني ده المقابل بتاعه اللي احنا بنتعامل طيب ولكن ده مساس في المرتبات. بمناسبه الكلام عن القناه وتطوير القناه اللي الجمهور كله شايفه، يمكن حاجه ما تكونش واضحه قوي للجماهير او للملايين من جماهير النادي الاهلي، هي فكره التطوير المستمر الحقيقه
في الفروع 3 للنادي الاهلي، وسامعين كمان عن فرع التجمع الخامس. عايزين برضو ننقل للناس اهم ملامح حركه التطوير والانشاءات في فروع النادي واخبار فرع التجمع الخامس. طيب بص، عشان ده ملف كبير جدا طبعا، يعني الناس كلها تشهد عليه. احنا عندنا اكبر طفره انشائيه او اكبر، يعني زي بالظبط، مش هقول مش هنقارن النادي الاهلي ببلدنا، لكن انت النهارده عندك قياده سياسيه بتبني مصر، بتعمل مصر جديده. النادي الاهلي النهارده برضه احنا بقدر الامكان رئيس النادي بيدير اكبر ملف في مشروعات انشائيه داخل النادي الاهلي، يمكن اكثر من 20 مشروع، واكبره ما هيبقى افتتاح فرع التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على مستوى الفروع الثلاثه كلها حصل تطوير كامل، بدايه من مدينه نصر مقر الاهلي في الجزيره الشيخ زايد. فمش عايز اطول عليكم لان ده موضوع كبير جدا، فخليه يبقى بمناسبه ثانيه نتكلم فيها. ولكن اللي انا بنقوله النهارده ان احنا عندنا طفره انشائيه وتغيير شامل وكامل البنيه التحتيه للنادي عشان تواكب الاجيال القادمه كمان ان شاء الله باذن الله. طيب هو من الواضح يا سياده العميد انه مكالمه التليفون مش هتكون كافيه، يهمنا ويشرفنا في نفس الوقت انك تكون موجود معانا على شاشه القناه.